بحث وزيرا البترول والبيئة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر القمة العالمية للمناخ كوب 27 في شرم الشيخ نوفمبر المقبل. تناول هذا الاجتماع جهود فريق العمل المشترك من الوزارتين في إنجاز الترتيبات اللازمة لتنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالاستدامة البيئية وبخفض الكربون في قطاعات الطاقة والبترول والغاز. وأكد وزير البترول أن شركاء مصر في صناعة البترول والغاز من الشركات العالمية متحمسون للمشاركة في هذه الفعالية خلال المؤتمر، وذلك لعرض جهودهم وخططهم في هذا الشأن ولاستعراض أحدث التكنولوجيا القابلة للتطبيق في ظل وجود رغبة صادقة في أداء دورهم في خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.